أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. مرة أخرى إلى فلسطين، هذا الجرح النازف والوجع الممتد على خريطة الأمة الواحدة فلسطين، التي برغم جراحاتها إلا أن فكرة الحياة لا تزال حاضرة في وجدان أبنائها، مقيمين ومرتحلين أو ربما مجبرين على الاغتراب، بحثا عن فلسطين في كل وجدان عربي وإثباتا لعمق هوية وصدق قضية. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بالنيابة عنكم وبالأصالة عن نفسي بضيفي هنا في الاستوديو، معنا الشاعر والصحفي الأديب الفلسطيني أستاذ سامح المدهون. حيا الله أستاذ سامح، أهلا وسهلا بك في بيت القصيد. أهلا بك أستاذ مصطفى، ويسعدني ويشرفني الخروج معك على في هذه الحلقة، وبالتأكيد يعني نرسل وجئنا بأشواق عظيمة من فلسطين لنلتقي بكم في هذه الحلقة. نتشرف بك أستاذ مصطفى. نحن الأكثر سعادة بتشريفكم يانا في هذه الحلقة أستاذ سامح. لعل البداية تفرض علينا أن نتعرف قليلا إلى سامح المدهون، هذا الشاب الفلسطيني الكاتب المتميز، بالإضافة إلى كونك صحفيا تعمل في مجال الصحافة منذ سنوات عديدة. بدقيقة أو ما يقارب دقيقة ونصف لك أن تتحدث عن نفسك مقدما إياك للجمهور العراقي والعربي بشكل عام. أتشرف بذلك. سامح المدهون، سامح محمد المدهون، طبعا أسكن في مدينة غزة، خرجت منها قبل أيام، وطبعا خرجت منها لكنها لم تخرج أبدا من قلبي، هي عظيم. ساكنة ومتواجدة معي دائما. أعمل في مجال الإعلام منذ تقريبا 14 عاما، وأكتب الشعر يعني من سنوات طويلة، وكذلك درست الإخراج السينمائي في مصر، وشاركت في العديد من الدورات ويعني التدريبات أثناء العمل الإعلامي والصحفي والفني في مصر وغيرها. وطبعا حاليا أعمل ما زلت في مجال الإعلام وأكتب الشعر من حين جميل. إلى آخر. حياك. بعيدا عن فكرة المهرجانات والعمل كمخرج سينمائي ومجتهد فيما يتعلق بمجال الأفلام الوثائقية، قريبا من فكرة العمل الصحفي وما تفرضه ظروف قطاع غزة وفلسطين الخاصة على الصحفي، المزاوجة ما بين كونك أديبا وصحفيا في بقعة تشبه قطاع غزة، حينما للأسف تتعرض إلى ظروف صعبة مثل الحرب الأخيرة. حدثني عن هذه المزاوجة ما بين فكرة الصحفي وروح الشاعر في نفس شخص مطلوب منه أعمال تحت القصف. نعم، حقيقة ما تحدثت به أستاذ مصطفى أنا عايشته بشكل حقيقي وواقع في قطاع غزة. بشكل عام المواطن الفلسطيني، دعني أتحدث بشكل عام قبل أن أتحدث بشكل خاص، يعني المواطن الفلسطيني بالسليقة هو صحفي، يعني تشعر بأن الظروف العامة والأوضاع المعيشية والضغوط النفسية ودعني أقول التوتر المستمر في قطاع غزة يعني تصنع من هناك الأخبار، بالضبط يصنع من الشخصية الفلسطينية بشكل عام إنسان قادر على التعامل مع الظروف وقادر على نقل الأحداث وما إلى ذلك. فما بالك إذا اجتمع الأدب مع الصحافة مع التغطية مع الحرب مع واقع أنت تعيشه فعليا بشكل واقعي وحقيقي. حقيقة تجد نفسك يعني إنسان متعايش جدا مع هذه الأحداث. الكتابة تفرض نفسها عليك، نقل الواقع يفرض نفسه عليك، وبالتالي تستطيع أن تعيش التجربة بشكل عملي وواقعي يعني، وهذا ما عايشته فعلا. الآن الإنسان يمر بأحداث بظروف بوقائع معينة في حياته تجبره بشكل يجد نفسه أصلا يعني يمسك القلم ويكتب، يجد نفسه ينقل الأحداث بطريقة معينة، وأنا عشتها بالتأكيد بشكل خاص يعني عندما استهدف بيتي في الحرب في مايو الماضي، التصعيد العسكري في العدوان الأخير. نعم، العدوان الذي تعرض له قطاع غزة. يعني أنا كنت موجود في البيت لحظة. أنت عشت تفاصيل الحرب كاملة كمواطن من قطاع غزة، بالإضافة إلى عملك صحفيا. نعم، وكذلك كان هناك حياة خاصة لك في الحرب، أنك شقيق أحد من استشهدوا في هذه الحرب. نعم، أخوك شهيد قضى. نعم،
نحبه في الحرب الأخيرة التي عاشها أهلنا في غزة. سنتحدث عن هذه الأمور، لكن قبل ذلك نريد أن نستفتح هذه الحلقة بشيء من الشعر إلى عيني فلسطين، عيني غزة، ولربما إلى عيني حلمك المرقوب والمنتظر، عيناك. عيناك، نعم، خير البدايات. يعني هذه من القصائد التي يعني عشت فيها فصولا مختلفة، يعني نعم، وحتى أنني كتبتها في أوقات مختلفة. تفضل. أقول فيها: عيناك مشرعتان في بحر الزمان، عيناك أنهار وإبحار وأسرار وأزهار حسان، عيناك عشق الحتف، حد السيف، طعم الخوف، سر من جمان، عيناك نوم النجم، جوف الهم، دفق اليم، عيناك صرخة ثأر حر، دمعة من سيل شعري، همسة من صوت رعدي، رعشة من صدق وجدي، عيناك أوراق الخريف تطايرت وتناثرت، رسمت جمالا بالرصيف، عيناك دفء سراجنا ليل الشتاء، أكواب شاي في المساء، عيناك تصبغ بحر صيف داعبت أمواجه حلم الطفولة بالمحبة والصفاء. جميل. وشعاعها يزهي بياض البيلسان، بنورها يصفو الربيع يزوره طيف الغناء، عيناك لقيا للفصول، بها التمني للوصول، ونبتغي فيها القبول، عيناك ما قبل ابتداء الخلق، ما بعد انتهاء الشوق، ما بنت الأيادي بين جدران الأفق، عيناك ميلاد الخليقة، رحلة الأزمان تمضي في مدينتنا العتيقة. أعد. عيناك ميلاد الخليقة، رحلة الأزمان تمضي في مدينتنا العتيقة، تترك الشباك والأبواب والأطلال تروي سير أحداث عريقة. عظيم. عيناك أجناد تسير إلى المنون، يحفها صمت حزين، سلمت للحبس بل لليأس بل للبؤس، من أجل ارتشاف الكأس تحلم أن تكون، عيناك قنديل وآيات وترتيل وإنجيل وتبجيل وإكليل على هام الجليل، عيناك درب للحيارى للنجاة، وبسمة للكون لون للحياة، وعشب صبر زينت أرضا فلات، نظرة منها كطعم للصلاة، عيناك تسبح في مضامير السحاب، منارة يهدى بها وسط الضباب، مساكن للنور للآمال للأطفال في دنيا الخراب، مرافئ للحب للأحلام تنسين العذاب. جميل هذا المعنى. سلمت ودمت. عيناك عزف للكمنجات بأحلى الأغنيات، رموشها أوتار عود، ينسج الألحان والأثواب، يكسو شدوه حزن الخسارة، دمعها يسقي الغراس، يسوقنا نحو الحضارة، عيناك موت سنابل نادت بغوث بين أنياب المناجل والسيوف، عيناك أسوار القيود ترصعت ذهبا، وعاشت في غياهبها البلابل تستقي مر الحتوف، عيناك نار أحرقت لهبا وأذكت من ضلوع مقاتل، عيشا بأنوار المشاعل تستنير بها الصفوف، عيناك ما ارتكبت تتار بحينا وضح النهار. يا الله. عيناك ما ارتكبت تتار بحينا وضح النهار، سنابك للخيل داست في فؤاد الانتظار، مضت بلا هون إلى جرحي لتستبق المسار، عيناك كون أعلن استقلاله، أسر القيود، طوى الحدود، بعزة رفع البنود، هذه النيازك والملائك والممالك والمسالك والليالك والقفار، تتيمت وبوجدها المذبوح نادت في وقار، تسأل العينين هل لكما وصول وانتصار، عيناك يا نوارة النوار هل لهما وصول وانتصار.
لهما أجمل وصول أستاذ سامح، وأعظم انتصار هو انتصار صاحب الحق الذي يترجم هذه المشاعر الدافئة بعيني حبيبة، بعيني أم، بعيني وطن، بعيني حلم ما زال يبحث عنه. نعم. الفلسطيني يعيش دائما على أمل، وهكذا قال درويش: مصابون بداء لا شفاء منه، إنه الأمل. عن فكرة الأمل. نعم. بروح الفلسطيني أينما كان وحيثما ذهب، تفضل. نعم. بالمناسبة يعني أنا أعتبر أن من يعيش داخل قطاع غزة، نعم، هو بطل أسطوري. لماذا؟ مه. هو قادر على التعايش مع جميع الظروف وفي جميع الوقائع والأحداث والتعامل معها، بالعكس التأقلم بشكل غريب، ورغم ذلك يعتري قلبه الكثير من الأمل والطموح، يعمل مجتهدا، يواصل الحياة، يخرج من الحرب بحب، بأمل، بشعور غريب، يعني يواصل الحياة، يتجاوز العقبات. مجرد بقائه تعني انتصار. بالضبط، وجوده على هذه الأرض بحد ذاته انتصار، قدرته على التعايش مع الظروف انتصار، قدرته على أن يشعل شمعة وسط ظلام دامس هذا انتصار. بقاؤه حيا رغم أنف الاحتلال وطائراته هذا انتصار. هذا يسمى انتصارا بالتأكيد. بالطبع، يعني المسألة تكمن في، دعني أقول، تفضل، القدرة على التعايش. يعني إنسان يعيش في كافة الظروف، في الظلام، في النور، في الحرب، في الحب، في الأمل، في اليأس، يجمع بين المتناقضات. هذه القدرة الأسطورية لم أجدها عظيم في أي مكان خارج فلسطين. أحسنت. لأنه الإنسان، أنت تتحدث عن حوالي 2,200,000 مواطن في قطاع غزة، في منطقة جدا جغرافيا محدودة، هي الأعلى كثافة سكانية في على مستوى العالم ربما. نعم. رغم ذلك يجد الإنسان في هذا المكان الضيق مساحة شاسعة من الأمل والحب والتعايش. يعني وهذه المسألة لن تجدها عند أحد، قلما تتوفر، أو قلما هي تتوفر. حالة تستحق الإشادة بها، تستحق الوقوف أمامها بكل تقدير وإجلال لكل من لا يزال ثابتا على حقه، منافحا عن هذه الفكرة، مصرا على انتزاع كل هذه الحقوق التاريخية برغم ما يتعرض إليه من مصاعب شتى. نعم. وسنأتي على الكثير من هذه المصاعب، ولعل الصعوبة الأولى التي أريدك أن تتحدث عنها الآن فكرة الصحفي حينما يجد نفسه جزءا من الحدث لا مقدما. نعم. أو مغطيا للحدث. يعني كيف عايشته أنت؟ نعم. كسامح في قطاع غزة؟ حقيقة أنا خرجت على الهواء فعلا أثناء الحرب وأثناء استهداف بيتي. يعني هو استهدف مرتين. استهدف البيت مرتين. نعم. نعم. استهدف مرتين. الاستهداف الأول يعني تقريبا تتحدث عن نار أحرقت كل الأشجار الموجودة في المحيط. نعم. وكان لزاما علي أن أخرج على الهواء. هذا حينما استهدف الاحتلال الصهيوني الجانب الشمالي من قطاع غزة بشكل. نعم. عام بشكل مفتوح، منطقة بيت لاهية. نعم. بالضبط. أنت تتحدث عن منطقة خطرة جدا، النيران تلتهم كل الشجر والأرض التي تسكنها، ورغم ذلك أنت كصحفي يجب أن تنقل الرسالة إلى العالم، وقد يعني يصادفك صاروخ جديد وأنت في أوج التغطية أو في وسط التغطية الصحفية. نعم. وهذا يجعلنا دائما نتعرض للمخاطرة، بل ويعني نتوجه نحو هذه المخاطرة ونحاول أن نبحث عن، يعني دعني أقول، المسألة ليست سبقا صحفيا بقدر ما هي نقل الرسالة. نعم. أن تنقل الوجع الفلسطيني وأن تنقل الرسالة الفلسطينية من أوج الجراح ومن وسط الجراح، يعني أن تعيش الحدث وأن تشعر به من يشاهده. يعني فهذا أنا فعلا نقلت حدث أثناء الاستهداف. فجأة وجدت نفسك جزءا من هذا الحدث. بالضبط، أنا جزء منه. يعني أن تتحدث عن تغطية مباشرة وأنت ربما تستهدف خلال لحظات. يعني المسألة. نعم. خطيرة جدا يعني، لكنها بنفس الوقت ممتعة جدا.
يعني أن تجد نفسك في فوهة. أين المتعة في ذلك يسأل الكثيرون؟ نعم، المتعة تكمن في النقل الصادق، نقل الوجع الفلسطيني بشكل صادق، وأن يعيشه الآخرون من قلب الحدث. أنت تنقل صورة صادقة، تنقل وجع فلسطيني وظلم واقع على الشعب الفلسطيني، وأنت جزء من هذا الحدث، تصبح المسألة أكثر مصداقية. لربما سر هذه المتعة ومصدر قوتها شعور الفلسطيني برغم الظروف الصعبة التي يعيشها وهو تحت النار، شعوره أنه أقوى من هذه الطائرات، أقوى من هذه العنجهية، أقوى بحقه، وإن لم تكن هذه القوة كترسانة متاحة للفلسطيني، ولكنه أقوى بإيمانه أنه هو صاحب هذا الحق، لذلك يشعر أن طاقات هائلة تتفجر داخله فتعينه على أن يبقى صامدا قويا. أثناء التصعيد والحروب أستاذ مصطفى، ويعني أثناء العدوان على قطاع غزة، تجد نفسك شعور داخلي من داخل الإنسان نفسه من يعيش في غزة، حتى لو كان في يوم من الأيام يعترض أو ضد فكرة التصعيد أو ضد فكرة لكنك تجد نفسك رجل مقاومة لهذا الاحتلال، يعني تجد نفسك ضد فكرة العدو، تجد نفسك إنسان أشياء من الإيمان والإصرار والإرادة، يعني تصحو بداخلك. بالضبط، العناد، شعب عنيد، شعب عنيد، وتشعر بشعور يعني لا يمكن وصفه بكلمات حقيقة. أنت تشعر بأنك في قلب الحدث، تشعر بأنك يجب أن تواجه هذا الاحتلال. نعم. بأفضل الإمكانيات وبكل الطرق والوسائل. يعني سنواصل حديثنا فيما يتعلق بغزة والحرب وتجربة استشهاد شقيق الصحفي سامح المدهون، ولكن الآن قبل الحديث عن الصحفي عودة إلى الشاعر. نعم. سامح وقصيدة جديدة، تفضل. يعني لقد فقدت الكثير من أهلي، في تتحدث عن 4 سنوات مرات. نعم. فقدت في هذه السنوات، بدأت بأختي العشرينية، ثم أمي، ثم أخي الشهيد، ثم أبي. تتحدث عن 4 سنوات من الأسرة الصغيرة، وبالتالي الوجع خلال 4 سنوات فقدت 4 من أسرتي، من أسرتك، أمي وأبي وأختي وأخي، وبالتالي مسألة الفراق بالنسبة لي، نسأل الله لهم الرحمة جميعا، نسأل الله أن يرحمهم جميعا. تفضل سامح. لقد أمسى الأحبة في ارتحالي، وعشت العمر في أسر الوصال، ورصعت الطريق بدمع عيني، وبات القلب في ومض الخيال. أعد. لقد أمسى الأحبة في ارتحالي، وعشت العمر في أسر الوصال، ورصعت الطريق بدمع عيني، وبات القلب في ومض الخيال. أخي الحب ما زال بقلبي، عظيما كان في رب الجلال. جميل. إذا ذكرتك مني النفس ذابت، وعاشت في الهيام وفي السؤال. فكم فاضت دموع الشوق مني، وهمت مع القوافي والليالي. يا الله. ليال تسأل الآلام عني، وتعجب من فؤاد في اشتعالي. أتاني الحزن أفقدني صوابي، وأبدلني حياة في اعتلالي. فمن ألم التفرق راح عمري، وشمس العمر تأذن بالزوال. ويوم معك خير من زمان، يداوي القلب من داء عضالي. وداعا يا أخا روحي وداعا، ولقيانا معا تحت الظلال. ولقيانا ولقياكم معا تحت الظلال بإذنه تعالى. في كل الأحوال دائما يبقى الأمل، حتى وإن كانت القصيدة الفلسطينية مكسوة بالكثير من الوجع وغزيرة الدموع، غزيرة الدموع. دعنا نتحدث عن فكرة ربما عرضت إلي بهذا النص، حينما تقول وهمت مع القوافي والسؤالي والليالي. نعم. الهيام والسؤال، عن أي الأسئلة تتحدث هنا؟ أي الأسئلة التي ربما تطرق وجدانك في مثل هذه الحالة؟ نعم، حقيقة يشعر الإنسان بالحنين
عندما يأتي الحنين والشوق لمن رحل تشعر بأن الدنيا ضاقت بك وأن قدرتك على التحمل بدأت بالنفاد. يا الله، فعلا تأتي لحظات عندما يشعر الإنسان بالحنين لمن رحل من أحبابه وأسرته وأصحابه، يشعر بأن الحنين يعني استنزفه بالضبط، وتجد نفسك تكتب وتهيم مع الليالي والشعر والكتابة والقمر والموسيقى. هذه الأجواء تفرض نفسها عليك، فيصبح القلم سيال يكتب كل شيء، يكتب ما يدور في خلجك وفي صدرك من حنين وأشواق. وبالفعل يعني ربما أنا شخصياً أخشى من هذه اللحظات أحياناً. لا بأس، أخشى من هذه اللحظات أحياناً، يعني أشعر بأن لحظة الحنين من شدة قسوتها أخاف أن أعيشها. أحاول دائماً أن أشغل نفسي فأبتعد عن هذه اللحظات التي لا أستطيع فعلاً أن أتقوى عليها في كثير من الأحيان. كثيراً ما يحاول الفلسطيني أن يتناسى جراحه، يتناسى الظروف الصعبة التي عاشها، المواقف المؤلمة التي ربما فرضت ذاتها عليه، وبالتالي يحاول من خلال إيمانه بالكلمة وحقه بأن يستعيد بلاده، يحاول من خلال كل هذا التمسك بخيط رفيع من النور من الحياة، يتشبث بكل ما أوتي من قوة بهذه الحياة. عن فكرة التشبث يا سامح، وقد فقدت أخا في الحرب الأخيرة، كلمنا عن هذه الفكرة، فكرة التشبث بالحياة مع وداع أخ كان مقربا جدا منك، وأنت في غمرة العمل الصحفي أيضا كنت. نعم، تفضل. بالنسبة لموضوع الاستشهاد أو الشهادة في سبيل الله، هذه مكرمة من الله. أكيد. الله سبحانه وتعالى يقول ويتخذ منكم شهداء. نعم، هي المسألة اتخاذ. أخي مضى إلى طريقه وكان يحلم بهذه الطريق واستشهد. نعم، بالتأكيد هذا الفراق وهذا الحنين لن ينسينا أبدا فكرة أن الإنسان يجب أن يقدم لهذا الوطن ويقدم لفلسطين. وبالتالي المسألة تكمن في الحنين، ولكن في نفس الوقت الإصرار والإرادة موجودة، والتحدي بالتأكيد. لكننا بشر ونشعر ونحزن. نعم، بالتأكيد. ونتألم لفقدان الأحبة. نعم، موضوع الحزن والفراق يفرض نفسه على قلبك، وبالتالي أنت لا تستطيع أن تتجاوز فكرة الحنين والشوق. ولكن في نفس الوقت يجب الإنسان أن يوازن بين المسألتين. نعم. إذا استسلم للحزن المطلق فلن يقدم لا لفلسطين ولا لنفسه. أحسنت. وبالتالي يعني نحاول دائما أن نوازن بين الأشياء، ولكن الأصل ثابت، نحن مشتاقون لمن رحل. نحاول بالعكس، أساسا من رحل يدفعك دائما إلى العمل والأمل، وبالتالي يجب أن تقدم وأن تستمر وأن تواصل عملك وتوصل الرسالة التي مضى عليها أو من أجلها الآخرون. حتى أن هذه ذاتها كانت رسالة والدك رحمة الله عليه لك قبل أن يتوفى، وقال لك شق دربك تماما كما كنت ترجو وكما أنت مخطط له، ولا تنظر إلى ما خلفك. نعم، اذهب إلى الأمام. ذا على فراش الموت يعني أوصاني والدي بهذا المسألة. بالمناسبة أستاذ مصطفى، تفضل. ربما الحرب الأخيرة، نعم، التي شنت على قطاع غزة، تتحدث عن أيام معدودة قياسا بحرب 2014 مثلا. استمرت 52 يوم الحرب 2014، ولكن هذه الحرب استمرت حوالي 11 يوما، ولكن حجم أطنان القنابل والقوة النارية التي استخدمها العدو يعني توازي ويعني تسقط الدول، دعني أقول. تمام. في هذه الحرب استشهد أخي، وقبل استشهاده بلحظات قال لي، قلت له يعني كنت أمازحه، يعني أقول له لقد أزعجتني أنت، يعني أو أيقظتني من النوم كثيرا فلا تأتي بعد ذلك. قال لن أعود، لن تراني بعد يا ذلك. الله، والله يا قبل استشهاده بعشر دقائق هذا الموقف. يا الله. استشهد محمود رحمه الله
أمام والدي، يعني كان أبي ينظر إليه وكان يحذر أبي، يقول له احذر، هناك صاروخ، هناك قصف، فأخرج من المنزل. أخي الشهيد يحذر أبي، بينهم عشرات الأمتار فقط، فأبي ينظر إلى أخي في هذه اللحظة حتى سقط شهيدا على الأرض. فطبعا أبي توجه لحمله، تتحدث عن مشهد لا نراه أبدا إلا في الأفلام، يعني دخان كثيف، نيران تلتهم المكان، وأبي ينتشل جثة أخي ويحاول أن يبحث عن مخرج. الحالة الاستيرية هاي، يعني أبي توفي قبل بداية شهر ديسمبر الماضي، يعني قبل تقريبا 32 يوم توفى الوالد، بعد 7 شهور من استشهاد محمود، أصيب بجلطة قلبية حينها، يعني على أثر ما تعرض له بفقدانه ابنه. وهذا يدل الشهيد. يؤكد نظرية أن الاحتلال مسؤول عن كل شيء. أحسنت. الاحتلال صدقت. مسؤول بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذا الموضوع. سنأتي على هذه التفاصيل التي عايشتها أيضا، لكن قبل ذلك لابد من استراحة بعد هذه الوجبة من الألم والوجع الفلسطيني الممتد. وسنروح عن أنفسنا بشيء من الشعر، ولكن بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام نخرج الآن إلى فاصل ومن ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. نلفت عناية مشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافدين الفضائية ستبث على نظام HD وعلى التردد نفسه 1.0727 وعلى مدار النايل سات اعتبارا من الأول من شباط عام 2022، وأن البث على نظام HD سيتم إيقافه في 28 من شباط عام 2022. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا هنا في استوديوهات الرافدين من خلال برنامج بيت القصيدة الشاعر الفلسطيني والصحفي سامح المدهون. أهلا بك من جديد يا سامح. أهلا بك أستاذ مصطفى. قبل الحديث عن وجع الحرب الأخيرة التي تعرض لها أهلنا في قطاع غزة هناك في فلسطين المحتلة والحرة قريبا بإذن الله، قبل الإكمال بهذا الحديث، عودة إلى شيء من النزف الشعري بهيئة الكلمة. نعم، دعني أتحدث عن قصيدة غنائية الحب. تفضل. غنائية الحب من القصائد المغناة وقد غنيت بالمناسبة. نعم. أقول فيها أحبك حقا، أحبك صدقا، أحبك عشقا أيا زهرتي، أحبك سرا، أحبك جهرا، أحبك دهرا أيا عزوتي، فأنت الحنين وأنت الأنين وأنت العيون وصمت الحزين، ينادي فؤادي يطول سهادي ويحلو عذابي بعشق الدفين، حبيبة روحي ونار الجروح ونور السفوح بليل محاق، بدمع المآقي وشوق التلاقي حداني حنين للقي العناق. جميل. وأذكر يوم اللقاء الجميل وقبلة حبي بقلب عليل، فأرنو إليك وأخشى عليك وليل الصبابة يأبى الرحيل، أيا قدس، أيا قدس إني عشقت الوفاء ونفسي تمور
لذاك اللقاء، ويسمو الهيام لقدس، ويسمو الهيام لأرض السلام، ويجدو الإباء بلحن الدماء. بالمناسبة أستاذ مصطفى، تعقيبا على هذه القصيدة، تفضل. أقول ونفسي تمور لذاك اللقاء. قد يستغرب البعض يعني أنني لم أرى في حياتي المسجد الأقصى مثلا والقدس، رغم أنني أسكن في غزة المفروض على بعد عشرات الكيلومترات من المسجد الأقصى، تقريبا 90 كيلومتر، ومعظم أهل سكان غزة لم يروا المسجد الأقصى ولم يتمكنوا من زيارته، وهذا التنويه صحيح. مهم جدا بسبب حواجز الاحتلال المفروضة، وبالتالي بالفعل أنا مشتاق لزيارة الأقصى، وبسبب القيود الإجرائية التي يفرضها الاحتلال الصهيوني على أهلنا في قطاع غزة، فهو لا يسمح إلا لمن هم فوق 50 سنة والعجائز أو كبار السن فقط يسمح لهم بالوصول إلى هناك، بعد الكثير من المضايقات التي مر بها أهلنا أيضا من أهل قطاع غزة الذين يودون الذهاب إلى الضفة المحتلة أو إلى مدينة القدس. فجيل الشباب أغلبه لم يرى القدس إطلاقا، لكنها حاضرة في قلبه كما تفضلت. إلى دموع الشوق الحارقة قبل الذهاب إلى سؤال جديد، تفضل. يعني هاي القصيدة موجهة للشهداء بشكل عام، الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون أرواحهم من أجل فلسطين ومن أجل هذه الأرض المقدسة. أنت الشهيد العطر في زهر الندى، جميل. والوجد يبكي من دموع أنيني. أنت الشهيد أخو الشهامة والفدا، تمضي بصمت الصابر المحزون. أنت الذي علمتنا حرب العدا، لست الذي باع الديار بدوني. يا صاحي أبشر بالجنود وبالهدى، راياتنا ستسير عبر سنيني. من وجهكم نور الحياة لقد بدا، جميل. فأنرتم بالبشر كل حزين، ودماؤكم سالت لتبني سؤددا، حقا رسمتم دربنا بثمين. أنتم هنا وبصوتكم رجع الصدى، ومحلكم بقلوبنا وعيوني. أطيار عشق صوتها عذبا شدا، غنت لكم بشجونها وحنيني. غنت لكم بشجونها وحنيني، أعطني هذه الشجون وهذا الحنين حتى يعني نتوقف عند فكرة وردت هنا. يا صاحي أبشر بالجنود، أي الجنود الذين تنتظرونهم يا سامر؟ كل مواطن فلسطيني صامد وصابر في أرضه في غزة يعتبر جندي، هكذا أعتقد. وفي غير غزة المواطن الفلسطيني في كل أماكن تواجده من أرض الرباط ومن أكناف بيت المقدس هو فعلا جندي. جندي ليس بالضرورة أن يكون جندي مسلح، جندي بثقافته، بمقاومته، بفكره، بقلمه، بعدسته، وبالتالي كل من يسكن في أرض فلسطين المقدسة هو جندي، وكل من يدعم فلسطين على جميع المستويات هو جندي في هذه المعركة مع هذا العدو. هو جندي جند نفسه لصالح هذه القضية طالما أنه يؤمن بها وبأبنائها وحقهم فوق هذه الأرض التي لا يمكن أن يوارى الثرى، حتى وإن بذلوا لأجل هذه القضية دمهم وحياتهم وكل غالي ونفيس. سامح، وقبل العودة إلى شيء من الكلمات الشعرية أو الغنائيات كما يحلو لك أن تسميها، دعنا نتحدث قليلا مرة أخرى بتجربة العمل الصحفي في قطاع غزة. يقال إن الاحتلال الصهيوني في الحرب الأخيرة كان يتحرى، أو يزعم يعني أنه كان يتحرى ألا يستهدف المؤسسات الصحفية أو الصحفيين، إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ أو ربما كنت تعارض ذلك ولديك من الحقائق ما ينبغي سردها في مثل هذا الموقف؟ نعم، يعني الحقائق موجودة بالتأكيد. استهداف العدو للصحفيين والمؤسسات الصحفية يعني كان واضحاً وظاهراً. معظم الأبراج التي استهدفت في قطاع غزة ودمرها الاحتلال تدمير كامل بالطائرات الحربية
كانت تحتوي على مؤسسات إعلامية كانت تنقل الوجع الفلسطيني، وأنا يعني أجزم أن العدو يعني يستهدف هذه المؤسسات الإعلامية لوقف الصوت الفلسطيني. صحيح. ووقف نقل الرسالة إلى العالم، مثل استهداف برج الشروق، برج الجلاء. نعم، أطنان من القنابل سقطت على بعض شققه مكاتب لقناة. نعم، هذا بالإضافة إلى استهداف الصحفيين أنفسهم. يعني الكثير من الصحفيين تعرضوا للقصف، أو إلى دعني أقول يعني كانوا عندما يذهبون لالتقاط بعض الصور تعرض المكان كله للقصف بسبب وجود كاميرا أو ما إلى ذلك، وكل المبررات التي يستخدمها العدو في تبرير هذا القصف تكون مبررات واهية ليس لها أي أساس من الصحة. يعني نعم. عدد من الشهداء من الصحفيين. العمل الصحفي في قطاع غزة أستاذ مصطفى يعني عمل دعني أقول يعني من أخطر ما يمكن تصوره. عملية فدائية حرفيا، لأنه أنت تتحدث عن خروج في أوقات قصف مستمر، يمكن وأنت تسير بسيارتك يقصف المبنى اللي بجوارك فتستشهد مثلا، بالإضافة أنه طائرات الاستطلاع لا تفارق الأجواء، طائرات الحربية، المباني المهددة، الأراضي الزراعية التي تقصف بجانبك وأنت تسير في الطرقات. يعني أنت تكون تسير في طريق معينة وأنت لا تعرف أن هذه المنطقة يعني ستستهدف بعد قليل فعلا. وبالمناسبة يعني البنية التحتية في قطاع غزة التي استهدفت والطرقات كانت جدا كثيرة، وعلى إثرها استشهد عدد كبير من المواطنين. نعم. يعني ليسوا دعني أقول جنود عسكريين، يعني الاحتلال استهدف المدنيين. الاحتلال لا يفرق بين حجر ولا شجر ولا بشر، ولكن الحياة باقية والإصرار الفلسطيني لا يمكن أن ينكسر. وهذا ما تحدثت به في هذه القصيدة. تفضل. التي أقول فيها: رغم الحصار زاد الفخار، وبعزمنا طلع النهار. هدم المساجد والقباب، قتل الزهور من الشباب، ذقنا صنوفا من عذاب، وقلوبنا هوت السعاب. رغم الفتن ليل المحن، تسمو الأماني بالوطن، شنقوا الأغاني والنشيد، وبنوا جدارا من حديد، نشدو بصوت لا يحيد، لن نرتضي ذل العبيد. جميل. رغم الحروب نار الكروب، ما هنت يوما للدروب، هذه بلادي لم تزل تفدي العقيدة بالمقل، تمضي ويحدوها الأمل، وبأرضها غرس الكلل، خضر النبات صارت رفات، لكن وعد الله آت. لكن وعد الله آت، هذا حق ووعد من الله سبحانه وتعالى. إلى قصيدة ثانية، بأن النصر على ما يبدو أن هذه القصيدة كانت قصيرة. نعم، اقرأ نصا آخر إذا يعني هذه القصيدة تتحدث عن وجع الفراق. تفضل. تقول: أنين القلب يؤلمني، دموع العين تجرحني، غياب أحبتي عني يعذبني يقرحني. جميل. أنيس من يجالسكم، حزين من يفارقكم، ينادي قلبي المحزون قد أمسى يناجيكم، رحلتم عن نواظرنا وما زلتم بخاطرنا، فيا أحبابنا رفقا بوجدان بكى حزنا، وقلب أخيك يا محمود يتوق لقاءك المعهود، ويسأل ربه الأعلى بأن تحيا بدار خلود. أبي أمي أخي أختي، أرى في بعدكم موتي، كلامي قد غدا صمتي، وغاب بفقدكم صوتي. يا الله. فليت الله يجمعنا على سرر يقابلنا، لننعم في رحاب الله نمضي نحو جنتنا. لننعم في رحاب الله، وقبل ذلك لينعم كل فلسطيني بأرضه حرة محررة من براثن احتلال غاصب. نعم. وعدو سالب للحق.
هذا الإيمان الذي يسكنكم سامح هو الذي يجعل الفلسطيني ثابتاً فوق أرضه رغم كل محاولات التهجير، كل محاولات التشريد والقتل. عن فكرة الإيمان المطلق بأن هذه الأرض تستحق كل هذه التضحيات، وهنا باقون، ما بقي الزعتر والزيتون، ما بقيت آيات الله، وما بقي اللوح المكنون كما تقولون وكما قالها شيخ الأقصى يوما. عن فكرة الارتباط بالأرض وعدم تركها حتى وإن أجبرنا على الهجرة أو الاغتراب أو الرحيل بحثا عن الذات في بلاد المغترب، إنما فلسطين تبقى حاضرة في القلوب. كلمنا عن هذا الحضور. صدقني أستاذ مصطفى، الحنين إلى الوطن مسألة تصحبك أينما تذهب وأينما تتواجد وأينما تغترب. فلسطين والقدس والأرض الفلسطينية وأرض الرباط وأكناف بيت المقدس وهذه المنطقة، يعني نحن مرتبطون بها ارتباطا روحيا، نعم، عقائديا. يخلق الإنسان محبا لفلسطين، نعم، في غزة وفي غير غزة، يعني في الأراضي الفلسطينية. الإيمان بموعود الله جاء بسبب الكثير من الأشياء. أولا، هذه الأرض المقدسة مصر النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء، وبالتأكيد يعني سورة الإسراء خير دليل على قدسية هذه الأرض. إضافة إلى أن أجدادنا وآباءنا وأهلنا يعني علقونا بهذه الأرض. أحسنت. يعني نحن شربنا حبها يعني مع لبن أمهاتنا. أحسنت. حب فلسطين، وتربينا أصلا في فلسطين. يعني تجد لا يخلو بيت فلسطيني من صورة أسير معلقة أو شهيد أو جريح، وبالتالي أنت تولد في بيت قدم شهيد أو قدم جريح أو قدم أسير. يخلق حب بالفطرة. بالضبط، حب بالفطرة يخلق مع الإنسان، فلا نستطيع يعني أن نفصل بين أجسادنا ودمائنا. أحسن. أو أجسادنا وأرواحنا، هو جزء لا يتجزأ من ثقافتي. لكسب الوقت، لأنه لم يتبقى من الوقت إلى القليل، نعم، إلى هذه القصيدة التي بين يديكم، من ثم إلى خاطرة موجهة إلى أمك نريد أن نختم بها، رغم أنها ليست من الشعر وإنما هي رسالة وجدانية، نعم، لكن إلى هذه الغنائية، نعم، الفصيحة، تفضل. هذه القصيدة تقول: في ليلة مقمرة فاض العناء، سرت وحيدا في الصروف وفي المنى، صوت من الآفاق دوى موحشا، والليل يلقي همه فوق الدنى، قمر يضيء ظلام نفسي نوره، إني الأسير لذنب نفسي والخنا، الجرح ممتد كسرب تائه، وأصابني سيف التذلل والقنا، ومضيت بالطرقات تحدوني الخطى، أرن السماء عسى يلاقيني الهنا، إني المفرط في حقوق إلهنا، قد راح عمري غاب نوري والسنا، يا الله، إني لأذكر دائما قيد الهوى، فتؤوب روحي نحو جنة ربنا، إني احتسيت من المرارة قدحها، إني الفقير تركت أصناف الغنى، هذه الحياة لدار سير للتقى، سارع بخير يا أخي قبل الفنا، سارع بخير يا أخي قبل الفنا. جميل هذا النصح، ولنسارع قبل انتهاء هذه الحلقة أيضا ونذهب إلى الخاطرة الموجهة إلى والدتكم المرحومة بإذن الله، وإن كانت من خارج حقل الشعر إلا أنها من داخل حقل الوجع والانتماء إلى أحضان الأمهات التي لا نحب الابتعاد عنها مهما كبرنا، فكيف إذا فقدناها للأسف. تفضل سامح. حقيقة يوم أن كتبت هذه الخاطرة أحببت أن تكون خاطرة فعلا. تفضل. نعم. مر عام على الفراق يا أمي،
عام من الأحزان والأنين، عام من وجع الحنين. مر عام على الفراق يا أمي، كل الأشياء من حولي تغيرت، لم يعد شيء كما كان، كل الأماني في قلبي تجلدت فأصبح مرسى للأشجان. أتجول ببصري في البيت العتيق، أرقب طيفك بهم عميق، أنظر للأشياء، أتأمل الذكريات، أقرأ وجهك في كل مكان وزمان. يا الله. أذكر عندما كنت طفلا كيف كنت تبتسمين لننسى، تضحكين رغم وجع يكتنف صدرك الحنون، تخفين دمعك الهتون كي نبتسم ونحب الحياة. أذكر يا أمي عندما كنت طفلا أجلس بين يديك برفقة إخوتي، تعلمين الحب والأمل، ومن تجاعيد وجهك تحكين حكايات العشق الأولي. عندما أذكرك يا أمي أتقطع ألما، أزداد شوقا، فما أصعب الفراق. أتعبني الغياب يا أمي، أتعبني الغياب يا أمي، أراك في كل الصور، في السماء والبحر، في الحكاية وتراقص الشجر، أراك وقت المغيب، وأتمنى من الله أن يكون اللقاء قريبا. أمي الحبيبة، في ذكراك وبعد عام مكتظ بالإحساس الأليم والمشاعر المتعبة، أأنساك؟ والله إن نسيتك الدنيا كلها لن أنساك، يبكي قلبي والله لقد اشتقت لرؤياك، أنت حبيبتي وأقلة أحبائي سواك، لقد بكتك الدنيا كل حبيب قد بكاك. أمي الحبيبة، أنا نادم على كل لحظة مرت دون أن أقبل يديك، أنا حزين على كل دقيقة مرت في حياتي دون أن أنظر إلى عينيك. إنه فراق الأم يا أستاذ مصطفى، يعني مهما تحدثت ومهما تكلمت ومهما كتبت لن أعطيه. سأل الله أن يعوضك خيرا، وإن كانت الأم لا تعوض إلا أن محبتها و يعني الدعاء الصالح لها يعزي النفس قليلا. فمن حسن بر الرجل بأمه وأبيه أن يدعو لهما أحياء وأمواتا. نعم بالتأكيد، هم لن يموتوا، لأنه مثل ما بنقول بالفلسطيني، من خلف واحد ما مات كيف اللي خلف أمه. الله يسعدك، شكرا جزيلا لك سامح على تشريفك لنا بهذه الحلقة، وإن شاء الله بنجتمع على طاولة الشعر والشعراء في أكثر من مناسبة قادمة. سعدت كثيرا بهذا اللقاء على شاشة قناة الرافدين. نحن الأسعد، وأتمنى إن شاء الله تعالى التوفيق لكم ولقناتكم الموقرة. شكرا لك أستاذ مصطفى. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيدة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم، إلى اللقاء.